الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية يرتكبون انتهاكات جديدة بحق المدنيين في عفرين المحتلة شمال غربي سوريا. اختتام الجولة 21 من أستانا بالتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الأجنبي للأراضي السورية. مقتل عنصرين وإصابة 8 آخرين من الفصائل التابعة لإيران بغارة للتحالف الدولي في ريف دير الزور شرقي سوريا. القوات الإسرائيلية تقصف بشكل مكثف مناطق حول مستشفيين رئيسيين في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين يحذر من انتشار كبير للأوبئة في قطاع غزة. إسرائيل تهدد بتوجيه ضربة عسكرية قوية للبنان في حال لم ينسحب حزب الله من الحدود. العراق يعلن أن بغداد وواشنطن اتفقتا على تشكيل لجنة لوضع جدول زمني لانسحاب لقوات التحالف.